أنا سعيد أن أكون متواجدا هنا. بالأمس شعرت بحرارة الاستقبال لي ولأسرتي. سأبذل قصارى جهدي لهذا النادي. أشكر الجميع. أشعر بالسعادة الآن أن أفتخر أنني اتخذت هذا القرار الكبير في حياتي في مشواري الرياضي، وقد فزت بكل شيء ولعبت في أكبر الأندية الأوروبية. بالنسبة الآن هذا تحدي جديد. كريستيانو لاعب مبدع وملهم للكثير من الشباب والنشئ، وإن شاء الله يعني طبعاً بيكون يعني هو قدوة للنشئ في الأكاديميات في الأندية. الاتفاقية مع كريستيانو لا تقتصر فقط على كرة القدم، هو داعم لأكاديميات نادي النصر ومشروع الأكاديميات اللي نخطط لإنشائه، أيضاً للتعريف بتاريخ نادي النصر، دعم القاعدة الجماهيرية. الهلاليين الذين يشجعون كريستيانو رونالدو تحديدا، هم لا يريدون تشجيع النصر ولكن يحبون كريستيانو، فبالتالي هم متعاطفين مع كريستيانو.